بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أتبع فرعون موسى وقوم موسى في ذلك الطريق اليابس اللي صاروا فيه، ذلك الطريق الذي تجمد الماء فيه على جانبي الطريق كجبلين عظيمين عن يسار وعن يمين الطريق، وذلك بعد أن ضرب سيدنا موسى البحر بعصاه بأمر الله تعالى الحي القيوم. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. ولما استوعب الطريق فرعون وجميع جنوده اللي كانوا معاه، يعني هم مشوا وصلوا كده بقى المنتصف الطريق واستوعبهم الطريق كله، أمر الله تعالى البحر أن يطبق عليهم، فذاب جبلي الثلج وأصبح يعني ذاب إلى مياه عاتية مندفعة بشدة. ما أنت لك أنك تتخيل جبلي الثلج، البحر انفرق وبعدين بقى فيه طريق، وكل فرق كل نصف مياه تجمد وبقى زي الجبل الشامخ. المية دي اللي جمدت أول ما هتبتدي تدوب هتنزل بقوة باندفاع شديد جدا، فانطبق جبلي الثلج بعنف على فرعون وجنود فرعون فغرقوا في البحر. وكان نبي الله موسى وقومه من بني إسرائيل بينظروا إلى هذه المعجزة الرهيبة، يعني كانوا شايفينها بعينيهم، وربنا سبحانه وتعالى قالها وذكر بها بني إسرائيل في القرآن الكريم، ذكرهم بنعمته اللي أنعم بها عليهم. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، والخطاب لبني إسرائيل، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك ممتنا على بني إسرائيل، لأن بعد كده هيكون من بني إسرائيل جحود وليس شكر، هيكون تكذيب على طول أول ما ربنا ينجيهم. فعشان كده وأنتم تنظرون دي إقامة حجة عليكم،
انتوا على طول بعد المعجزة الرهيبة دي المفروض يبقى تصديق وإيمان، يزداد يعني يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مش يزدادوا جحودا بعد رؤية هذه الآيات والمعجزات الكبيرة. لكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونرجع لمشهد غرق فرعون، راح الموج من كل مكان، الموج الصاخب الشديد من أثر اندفاعي بعد ذوبانه، يتقاذف فرعون وجنود فرعون. وفيما فرعون يغالب الموت بكل ما أوتي من قوة ويصارع الموج ويدفعه في هذه اللحظة العصيبة الشديدة، دلوقتي فرعون ذهب عنه كل غروره وأدرك حقيقته، أدرك إنه عبد مخلوق ضعيف من عباد الله تعالى. وأحس فرعون ساعتها بهزيمته وذله ووحدته، وجد نفسه أمام الحقيقة الكبرى، وهو إنه عبد من عباد الله، عبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد القهار جل جلال الله. وكان الموت يطارد فرعون ويتربص به، لأن الموج كان بيتقاذف به، فها هي موجة تصعد به وتلك موجة أخرى تهبط به، حتى إذا أدركه الغرق وأيقن بالهلاك إنه آت لا محالة، صرخ فرعون بأعلى صوته وسط هدير الأمواج العاتية العنيفة، وقال كما جاء في القرآن الكريم: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لآخر دقيقة وهو مصر على الكبر والعناد، مش قول آمنت بأنه لا إله إلا الله، لا، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن الحقيقة أن إيمانه ده الوقت بتاعه مش صح، إيمانه ده جاي في ساعة غرقه، ودي ساعة لا ينفع ولا يجدي معها إيمان مؤمن أو إيمان من أراد أن يؤمن. لذلك قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني وانت خلاص بتموت افتكرت قضية الإيمان؟ يعني تنازلت عن كبرك وغطرستك وغرورك؟ إيمان اللحظة الأخيرة ليس إيمان، إنما هو طلب استنقاذ من العذاب الحال اللي هو بقى فيه، هو بيصارع الموت. سبحان الله العظيم الذي أغرقه. والله سبحانه وتعالى لما بيدفع بالآيات الشديدة دي عشان يهلك الأقوام، لما يأمنوا ساعتها ما يبقاش ده لا يكون إيمان مقبول. الله تعالى يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إنه يجي عذاب إهلاك بهذه الصورة، وبعدين وهو خلاص بيموت يؤمن. أنت لم تكتسب، لم تؤمن ولم تستقم على الإيمان اللي أنت آمنت بيه، أنت جاي عايز تنقذ نفسك، بتطلب إنك تستنقذ نفسك. ودي كانت آخر مراوغة من فرعون. يعني هو على طول مشتهر بالمخادعة والمراوغة، كلها مخادعات ومراوغات للنجاة من الموت، زي ما كان قبل كده يعد موسى كل مرة بالإيمان وإنه يترك بني إسرائيل وإنه يؤمن بما جاء وبما أرسل به، كلما ربنا سلط عليهم آية من آيات العذاب والعقاب السابقة زي آية الطوفان وآية الجراد وآية القمل وآية الضفادع وآية الدم، وكل مرة ينكث فرعون وملأه عهده اللي قطعوا مع موسى ولا يؤمنون. وها هو الآن تتقاذف فرعون الأمواج، وفيما هو يصارعها ليفر من الموت، إذا بجبريل عليه السلام يقول له كما قص علينا القرآن الكريم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. خلاص دي القول الأخير اللي بعدها يهلك فرعون، وبالفعل هلك فرعون غرقا. والحقيقة إنه بعض من قوم موسى، البعض أو بعض من قوم من بني إسرائيل قوم سيدنا موسى عليه السلام،
شكوا في موت فرعون، حتى ان بعضهم بقى يقول لبعض ده مش ممكن يموت، انه لا يموت. فامر الله تعالى، شوف بني اسرائيل بعد كل اللي شافوه ده تكذيب وانكار وعدم تصديق وايمان مش صادق، وده هنشوفه في الحلقه المقبله. فلما بداوا يقولوا لبعض كده ويشككوا في موت فرعون، امر الله البحر فرفع فرعون وهو ميت على مرتفع، او على رفعه على الميه، او على نجوى، يعني على مكان عالي من الارض وظاهر عليه الدرع بتاعه اللي هم يعرفوا انها من ملابس فرعون، عشان يتحققوا من هلاكه وموته ويعلموا قدرة الله تعالى عليه. ولم يخرج من جثث جنود فرعون إلا جثة فرعون نفسه، يعني جنود فرعون لم تخرج أي جثة، الجثة الوحيدة اللي خرجت هي جثة فرعون، عشان يصدق بني إسرائيل برغم أن ربنا أنقذهم، برغم أن ربنا أجرى على يد رسولهم الكثير والعديد من الآيات، عصى سيدنا موسى عليه السلام التي تحقق المعجزة الثالثة بأنه يضرب سيدنا موسى البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم، ويمشوا في أرض يابسة ما فيهاش قطرة ماء، وبعدين يشوفوا بعينيهم هلاك فرعون وجنود فرعون، وبعد كل ده يقولوا لا ده مش ممكن يموت، تقوم تطفو جثة فرعون وتستقر على مكان ليرى قوم موسى عليه السلام بأنه أغرقه الله، أغرق الله تعالى فرعون وجنوده وكانوا مئات الألوف. هلك فرعون وحاشية فرعون وأمراء فرعون وجنود فرعون تطاردهم اللعنة في هذه الحياة الدنيا من الله والملائكة والمؤمنين، يعني أتبعتهم هذه في الدنيا هذه اللعنة، وكذلك يوم القيامة جاءتهم وتسكون لهم اللعنة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أرسل آيات كثيرة على يد رسولهم الكريم لم يصدقوا بها ولم يؤمنوا بهذه الآيات، وأصر فرعون على العناد والكفر إلى آخر لحظة إلى ساعة موته، لما تيقن من أنه الموت خلاص هيهلكه ساعتها أعلن الإيمان، لكن وقت بعد فوات الأوان. وفي يوم القيامة كذلك يأتي بلعنة أخرى، يعني في يوم القيامة كذلك كما قال الله تعالى ويوم القيامة هم من المقبوحين، وصدق الله العظيم، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم
أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون ومشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. سريعا ننوه إلى صفحتنا، صفحة قلوب عامرة، مع أو الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا. بنستقبل أسئلة حضراتكم، بنجاوب من خلال الشاشة. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت الى الاربعاء في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتشرف بناخد اسئلة حضراتكم على الهواء، وقدر الطاقة بنحاول نجاوب عنها في ذات الحلقة، ويوم الاربعاء هو المخصص للرد على الاسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ونبدأ ناخد من معنا. يا أستاذة فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة، أهلا وسهلا حبيبتي، أهلا وسهلا. دكتورة بس أنا يعني متجوزة ليا 3 سنين بس، فمن ساعة ما اتجوزت وأنا في مشاكل عندي بتحصل، يعني على طول يعني ببقى في وعكات صحية كل ورا بعض. بس الوعكات الصحيه بسبب المشاكل، بسبب هو ما فيش مشاكل يعني زوجيه، بس يعني بيبقى مثلا في مثلا شد يعني مع التعب، مثلا انا على طول بروح لدكاتره والكلام ده، والمصاريف طبعا بتاعت جوزي على طول بتروح لدكاتره. بس فطبعا انا يعني حاليا جات لي جلطه يعني في الرئه. يا لطيف، بسال الله رب العرش العظيم انه يشفيكي. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيكي. بس فناس كتيرة يعني أنا يعني أجهضت برضو 3 مرات من ساعة ما اتجوزت يعني، بس مش معي أطفال. أيوة، بس إيه المشاكل اللي توصلك لي؟ ما دي يبدو أنها مشاكل ضغوط نفسية شديدة أنها تؤدي إلى جلطات. والله أنا من ساعة ما اتجوزت يعني وعلى طول يعني رجلي اتكسرت، دخلت في موضوع الأكسجين برضو بقى يقل معايا، بقيت ماشي على أنابيب أكسجين. وانت قبل كده كنت سليمة يعني مفيش أي حاجة؟ من قبل الجواز ما كانش في حاجة، كنت يعني كنت بتعرض لنزيف رحم وكده قبل الجواز، بس عالجته الحمد لله وبقيت تمام. بس من ساعة ما اتجوزت أنا كل شوية في وعكة صحية. لكن بتتابعي مع دكاترة وبتشوفي الحالة والوضع إيه؟ بشوف انا، لا بتابع يعني مع الدكاتره وكده وبشوف الحاله ايه وكده. ناس كتير قالوا لي يعني روحي الجأ للمشايخ، فانا صراحه الحوار ده مش بحبه. بس فصراحه يعني انا بس يعني بحصن نفسي بسوره البقره واذكار الصباح والمساء والصلاه والقيام الليل والكلام ده كله. بس فمش عارفه هل انا يعني ممكن الموضوع يكون مثلا سحر، طب انا اعالجه ازاي؟ طيب حاضر. ولو انتوا اتحركتوا من البيت يعني رحتوا مكان تاني مثلا، سافرتوا في اي حته، برضو بتبقي بالتعب بتاعك؟ ان اكون ماشيه من هنا مسنديني مثلا اوصل القاهره يعني ابقى كويسه وما فيش ولا اي حاجه ونفسي يرتاح والدنيا تبقى تمام، يعني الدنيا تبقى تمام معايا. تمام حاضر، ربنا يلهمنا الصواب. حاضر يا فاطمه، واعتصمي بحبل الله كده. ست ام مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة ما تعرفش أنا بحب حضرتك قد إيه والله. يا ربنا يبارك لنا في حضراتكم. أنت عندي غالية غالية جدا والله في غلاوة عيالي. على راسي على راسي، ربنا يحفظك. والله وتعلمت منك من حضرتك حاجات كتير والله. ربنا يبارك فيكي وينفعنا بما علمنا. شكرا للأستاذ اللي وصلني بحضرتك دلوقتي. سيد سيد. كل ذوق وإنسانية والله. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. أنا حضرتك عاملة يعني عملية مفصل وقاعدة في السرير ورجلي بتجيب صديق. وانا بتوضى وانا في السرير، فانا بصلي يعني الصديد ده ينقض الوضوء ولا ايه؟ وبتبقى الفرشه برضو متعصب. يعني انت مثلا بيبقى الجرح ده عليه مثلا غطاء بتاع لكن ساعات بس بيجيب صديد وبيعوز الفرشه برضو. تمام تمام حاضر. وفي سؤال كمان لحضرتك، وحضرتك بتصلي انا مع حضرتك، حضرتك بتصلي في الفراش، ما بتقدريش تتحركي وبتتوضي في الفراش؟ انا ما بقدرش اتحرك ولا ادوس على رجلي. حبيبتي شفاكي الله وعافاكي، واسال الله رب العرش العظيم ان يشفيكي. اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيكي. اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيكي. حضرتك تقوليها لنفسك، اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيني، ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين. والساده المشاهدين كلهم ندعي للست ام مصطفى نأخذ ثواب الدعاء لها. اللهم أمين. حضرتك عاوزة تأمني بإيه؟
معانا في المصاريف. نعم حبيبتي قولي لي. بس انا مش مسامحاه من قلبي اللي هو يعني. معلش جزء من السؤال ما سمعتوش، قولي لي السؤال تاني. السؤال التاني، جوزي متجوز بقاله، متجوزين بقالنا 27 سنه وهو متجوز جوازه تانيه في مصر وقاعد وياها على طول، وما بي يعني بيجي عندنا ايه نص يوم كده ونقعد احنا في الصاله، يخش هو الاوضه، نخش احنا الاوضه هو يطلع يقعد بره. وبيبعت لنا مصاريفنا. يمكن حضرتك في الاول ما يعني زعلتي منه بقى وما رضيتيش ان انت تتعاملي معاه. لا انا زعلت في الاول وقلت له يعني هي، وبعدين يعني انا قلت اما اقعد عشان خاطر العيال اربيه، لان طبعا انا ست بيت وماليش دخل وكده، قلت العيال ذنبهم ايه. ربنا ربنا ياجرك على صبرك على هذه المراره. معايا ولد وبنت ربيتهم ووصلتهم للجامعه، خلصوا جامعتهم وجوزت بنتي، وابني خلص جامعته برضه وشق طريقه وسافر السعوديه الحمد لله، وربنا رضاني فيهم يعني الحمد لله. الحمد لله يا دكتوره. الحمد لله. بس انا مش مسامحه، هو بيدينا مصاريفنا. بس ايوه انت بتتكلمي في حقك كزوجه. هي الدنيا حقوق ماديه وادبيه. أيوة ما تبقاش ماديه بس. انا فاهمه حاضر. ربنا ان شاء الله يشرح صدرك ويهديهولك يا رب، اللهم امين. طيب هنطلع الفاصل، معلش سامحونا وقتنا النهارده مش كتير، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضرتكم بتيسير الله العلي العظيم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. والورطة بفتح الواو وإسكان الراء هي الهلاك. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين الكرام. الاستاذه فاطمه متجوزه من 3 سنين، بتقول في مشاكل صحيه كتيره جدا اول ما هي اتجوزت من زوجها الحالي، يعني كترت بصوره مبالغ فيها، اخرها ان جت لها جلطه على الرئه، ربنا يشفيها ويعافيها. وبتقول ان هي قالوا لها تلجا للمشايخ. لا انصح بذلك، كل الأمور مقدرة ومكتوبة. أنا كل اللي بنصح بيه المتابعة الصحية، لأن إحنا لازم ناخد بالأسباب، أسباب التداوي كما أمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أمة علم ناخد بالأسباب اللي ربنا يسرها في هذا الكون، عشان الإنسان يسعى بذلك مش معتمد على السبب، لكن هو متعبد لله بالأخذ بالأسباب، لأنه مأمور ياخد بالأسباب. مع التحصينات والدعاء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكثرة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة بقى الأذكار اللي جاية في الشفاء والاستشفاء، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها من الخير والبركة مهما أحكي مش زي ما احنا نتذوق بصحبة كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الإنسان بقى يدعو بكل الأدعية الواردة في القرآن والواردة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أقول هذا الذكر بسم الله 3 مرات، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. المفتاح ده كده 3 بسم الله، 7 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إيدي اليمين في المكان الموضع اللي وجعني أو في مشكلة، وأقرأ هذا الذكر مع ده، أخذ بالسبب، والتداوي كذلك أخذ بالسبب. لا مانع من تغيير المسكن،
بل أنصح بتغيير المسكن إن كان ذلك في الأمكان، ولو حتى الفترة تاخدوا شيء بالإيجار وتأجروا المسكن ده لحد تاني وتنتفعوا بالإيجار ده وتتنقلوا لمكان آخر لا بأس. صاحبة السؤال، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم أمين أجمعين. الست أم مصطفى بتقول إنها عاملة عملية مفصل وقاعدة في السرير، في صديد بينزل، هي بتتوضى وهي في السرير، فإيه الوضع الوضوء مع وجود الصديد. سيدتي الفاضلة الست أم مصطفى، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم أمين يا رب العالمين. وبالنسبة للصديد الخارج من أي موضع في الجسم ما عدا القبل والدبر لا ينقض الوضوء وهو طاهر عند، وده الأرجح عند بعض أهل العلم، فيجوز تقليد هذا الرأي والمشقة تجلب التيسير. أنا في حال شدة الشرع رعاني في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال ما أنا الدنيا سليم وصحيح وفي حال ما بكون أنا مريض. فالقاعدة التي الشهيرة واللي هي مستنبطة من القواعد الكبرى في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بأنه استنبط العلماء بأن المشقة تجلب التيسير. حضرتك بتتوضي وتصلي ولا يضرك ما ظهر، وأنا قبل الوضوء كده نظفت المكان إذا تيسر لي أنظف المكان وبيبقى متغطي، وبعد كده أنا وأنا أثناء الصلاة بدأ ينزل حاجة، لا يضرك أي شيء بعد كده يا ست أم مصطفى، ربنا يتم شفاكي على خير. بالنسبة لزوجك اللي انت مش مسامحاه ده، لو قصد ذلك أو قصد الزوج بالتمييز بين حضرتك وبين الزوجة الأخرى، قصد بذلك الإضرار بحضرتك، فاسمه عظيم، يبعث من عدم عدله في الدنيا بشق مائل يوم القيامة، وكل الناس في هذا المشهد العظيم عارفة أن فلان ده لم يعدل مع زوجته. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، وربنا يعني قرر الحقوق والواجبات عشان كل إنسان يحفظ للآخر زي ما هو عايز الحق له، عليه واجب أن يقوم به ويسأل عنه. كل إنسان مسؤول يوم القيامة، الأب مسؤول عن أولاده ومسؤول عن الأولاد، مسؤولين عن الآباء والأمهات، والزوجات مسؤولين عن الأزواج، والأزواج مسؤولين عن الزوجات، في نظام لابد أن نحترمه. ولو الإنسان استقام على النظام الإلهي لربنا والقوانين الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لتنظيم المجتمعات، هنمشي بانتظام شديد زي ما الكون كده ماشي وفق القانون الإلهي منتظم، وبهذا الإبداع وتلك الروعة التي نشاهدها ليل نهار، وسبحان الخالق البديع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا،
يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.